عارف انت استاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه يا رب، بالمناسبه نجمي المفضل هو ونور الشريف رحمه الله على الجميع، فعبد الملك زرزور عارف الطريقه بتاعت ايه؟ الفيتامين حلو مفيش كلام، الجراءه حلوه مفيش كلام، الفيتامين حلو مفيش كلام، جراءه غير محسوبه وغير حكيمه تتحول الى تهور يؤدي الى انك بالسلامه، فيتامين من غير حساب برضو بالسلامة. انت بتتكلم جد يا يوسف، انت هتفتي؟ والله ما هفتي ولا هفتح بقي. خلوني هنا ارحب بضيفنا العزيز داخل الاستوديو دكتور رامي صلاح الدين استشاري التغذية العلاجية. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا فندم، عامل ايه؟ كله حلو. الفيتامين حلو ومفيش كلام صح؟ حلو المقدمة دي، الله يخليك. هو في حاجة اسمها تسمم فيتامينات؟ طبعا. ازاي؟ خلينا الاول نتكلم العنوان الرئيسي مكمل غذائي. ماشي. يعني انت في غذاء وانت بتكمل، فانت لو ما فيش غذاء فالتكمله مش هيبقى ليها قيمه. جميل. لازم الناس تعرف الاول يعني ايه كلمه فيتامينات. فيتامينات دي نوعين، فيتامينات بتدوب في الميه وفيتامينات بتدوب في الدهون. بمعنى ايه بتدوب في الميه؟ يعني لما بتاكل اي حاجه او تاخد اي مكمل غذائي، في فيتامين سي، في فيتامين بي كومبلكس 1 و6 و12 و ممكن تشوفها في البول، يعني ممكن تنزل في البول، فبالتالي الكميات الكبيره منها ممكن ما تسببلكش مشكله او ما تظهرش عليك، بس ده ما بيعفيش معاليك ان انت ممكن تحصل مشكله على المدى البعيد. يعني انت فيتامين بي 12 لو انت بتاخده زياده عن اللزوم، طبعا كلنا عارفين اللي عنده مشاكل في الغضاريف، اللي عنده مشاكل في الاعصاب، اللي عنده مشاكل تنميل وخدلان، اول حاجه في البروتوكول العلاجي فيتامين بي 12 بيتاخد لمده زمنيه. هو طبعا ما بيقرر انه ما يروحش للدكتور تاني، لانه عارف ان فيتامين بي 12 هيروح للصيدلي يقول له ادهولي فياخده، ويكرر التجربه ويكرر التجربه. هو بتلاقي ممكن تلاقي طفح جلدي، ممكن تلاقي ارق، ممكن تلاقي مشاكل كبيره جدا بدات تظهر عليه. طب انا حصل لي ايه؟ ده حصل ما انا باخد فيتامين، يعني عمره ما هيجي على باله ان ممكن يكون الفيتامين او الفيتامين اللي هو بياخده من الصيدليه هو سبب المشاكل. انت خدت اي دواء؟ لا انا ما باخدش غير فيتامين. بالظبط يا دكتور، هو يجي لك مثلا العياده تلاقي المريض، يا دكتور انا تعبان مش قادر اتحرك، مش قادر ابذل اي مجهود، اديني فيتامين. طب انت مش قادر تتحرك ولا تبذل، ما ممكن يبقى الموضوع نفسي. انت عرفت منين ان انت محتاج فيتامين عشان تقدر تتعالج؟ هياخدنا خطوات لورا. انا في معلومه مهمه جدا بس عايز اقولها عشان حلقه النهارده الناس اللي قاعده بتسمعنا تبقى عارفه كويس بتفكر ازاي. مريض الكلى، مريض الكبد، المرضى اللي عندهم سيوله في الدم لازم طبيب. ما فيش اي فرصه انه يسمعني ولا يسمع غيري ولا يسمع ترشيحات. كنا لسه بنقول قبل الهوا انه ممكن تلاقي على المنصات ناس كتير قوي بتبذل مجهود عنيف عشان توصل لك معلومه وانت بتجري على الصيدليه تاخد الدواء. مريض الكلى، مريض الكبد تاني، ايا كانت المشكله، ان شاء الله تكون كلى بتكون حصوات، ان شاء الله يكون الكبد عليه شويه دهون على الكبد، مريض عنده سيوله الدم في اي سبب من الاسباب ياخد ريفو او اسبرين كتير مده طويله، ده لازم طبيب. ما قدامكش اي فرصه انك تسمع اي برنامج او اي تلفزيون او او, أو. نروح بقى على نقطه تسمم الفيتامينات. احنا قلنا الفيتامينات اللي بتدوب في الميه واحنا ذكرناها بقى اشهرهم فيتامين بي 12 وفيتامين سي اللي احنا مرينا في الكورونا وبتروح وتجري ومن رحمه ربنا ان هو بينزل في البول، بس زي ما قلت لك ده ما بيعفيش ان انت ممكن يحصل لك مشكله على المدى البعيد، لان كل الفيتامينات لازم تعدي على الكلى. بول ميه لازم تعدي على الكلى، فلو خدتها زياده عن اللزوم لازم هتعمل لك مشكله، ولو جسمك اسعفك مره مش اسعفك الثانيه ولا الثالثه، ولو عداها دلوقتي العقاب مستنيك بعدين لما جسمك يكبر ويبدا الاعضاء يحصل فيها مشاكل فتبدا الحاجات دي تظهر. حلو. الفيتامينات بقى اللي بتدوب في الدهون بقى اللي هي الواضحه والصريحه والقويه اللي بنجري عليها، فيتامين اي وفيتامين دي وفيتامين اي وفيتامين كي، الاربعه الكبار التقال اللي منهم فيتامين دي اللي هو الموضه دلوقتي اللي احنا بنسمعه. هو مش موضه طبعا، هو طبعا بيسبب مشاكل كتيره جدا. انت ما بتنامش كويس اجري هات فيتامين دي، انت ما بتاكليش كويس وما بتخسيش اجري هاتي فيتامين دي، انت عندك ارق اجري هات فيتامين دي، مناعه خد دي. دي حلو قوي، تمام، ده مظبوط. وفيتامين دي فعلا هو مش متهم بس في عمليه ان هو مشاكل العظم او مشاكل ترسيب الكالسيوم جوه ويخلي لك العظم كويس، لا انت ممكن يعمل لك تغيير في المود، يعني ممكن فيتامين دال ده مزاجك يبوظ اصلا بسبب نقص فيتامين دال. حلو. فلما بتجري على الصيدليه طب انت هتروح تقول له يعني عايز فيتامين دال، اول رد هيقوله لك انت عايز 5000 ولا 10000 ولا 20000 ولا 50000 ولا 200000 وحده، بناء على ايه سيادتك؟ هات يا دكتور اللي عندك. لا مفيش حاجه اسمها هات اللي عندك بقى، يبقى انت كده بتضيع وقت. طيب فيتامينات اللي بتدوب في الدهون لما احنا كنا بندرسها زمان بندرس معلومتين مهمين جدا، مصدر الغذاء بتاعهم والمشاكل اللي بتسببه. لما جينا نشرح المشاكل اللي بتسببهم شقين، لو النقص هيعمل لي ايه ولو الزياده هتعمل لي ايه، فنركز في النقطة دي عشان النقطة دي هي أساس عنوان الحلقة. يبقى النقص بيعمل لي مشاكل والزيادة بتعمل لي مشاكل. طب تعال نتكلم على النقص.
النقص دلوقتي عندك شقين، الأكل والمكمل الغذائي. طب إمتى ألجأ للمكمل الغذائي؟ لو أنا عندي نقص، يعني لما أجي أعمل مخزون حديد ألاقيه ناقص عن الطبيعي، أعمل تحليل فيتامين د اللي هو المفروض الطبيعي بتاعه من 30 ل 50 مثلا، ألاقيه 10 ألاقيه 5، فبالتالي الأكل مش هيقدم لي الدعم القوي، فهبدأ ألجأ عن طريق الطبيب للمكمل الغذائي اللي هيخليني أعلى بالدرجة اللي تخليني أوصل إن أنا أبقى شخص طبيعي. حلو. طب أنا لو عديت ال 50 ووصلت 80 و90 و100 و150، ما هو الدكتور قال لي فيتامين د ده الساحر، هتفضل تاخده، هيحصل حاجة اسمها تسمم فيتامينات، هيبدأ يظهر عليك أعراض توكسيسيتي، أعراض تسمم، غثيان وترجيع وسوء هضم ومشاكل في الجهاز الهضمي وحاجات كتيرة جدا. تيجي تدور، أنا اتصبت، أنا تعديت من واحد في الشغل، أنا وأنت كويس ما عندكش أي أعراض، ويطلع السبب في الآخر إن معليك بتاخد جرعة زيادة عن فيتامين د لمدة أطول مدة ممكنة. ده أنا حاولت أقول فيتامين د لأن هو ده الأشهر اللي موجود دلوقتي. عندك فيتامين اي، ده اشهر مضاد اكسده موجود، والناس كلها عارفه في الدايت في التخسيس بالمناسبه موضوع القهوه الخضراء وموضوع الشاي الاخضر وموضوع مضادات الاكسده. طيب الشاي الاخضر او القهوه الخضراء دلوقتي عندك برضو شقين، شق اللي بيتشرب وشق المكمل الغذائي اللي موجود في الصيدليه. هم سمعوا دكتور رامي بيقول لك ان القهوه الخضراء دي ساحر شرس جدا في انك تخس، فيجري على الصيدليه يقول له اديني مضاد اكسده، اديني قهوه خضراء، فيديله الجرعة أيا كانت 800 أو 1000 على المدى البعيد هو تمام وبقى زي الفل. 4-5 سنين تبدأ تظهر مشاكل بقى في الأرق ومشاكل في الجهاز العصبي و تيجي تتكلم ساعتها ما تلاقيش أي سبب، نرجع بالهيستوري ورا نلاقي الأستاذ كان بياخد قهوة خضراء. ففكرة التسمم نفسها أو فكرة تسمم الفيتامينات زي ما قلت لك إحنا بندرسها كده في العلم، لما تقل هتحصل مشاكل ولما تزيد هتحصل مصايب، فاللعبة مش اختيار. طيب أنا هنا هستأذن أنا أطلع فاصل وأرجع ليك مرة تانية دكتور رامي، أفهم على مسألة وأنا إيه اللي بيحكمني، يعني أنا أفهم إنه أنا أروح أعمل تحليل إذا كان عندي مشكلة ما. طب لو أنا مش حاسس إن أنا عندي مشكلة وبالتالي ما عملتش أي تحليل وخدت نصيحة من واحد صاحب سموز أنت وشك أصفر خد فيتامين دي، وطبعا ده شيء طبيعي موجود في ثقافتنا، بص انت تاخد فيتامين سي وانت تاخد مش عارف بي 12 وحاجات زي كده، وانا اقول له بس انا مش حاسس بحاجه، طيب وفي نفس الوقت وارد جدا يبقى في عندي مشكله وانا فعلا ما اعرفش وما عنديش اي اعراض، هتوجه ازاي او بناء على ايه اخد القرار اروح اعمل التحليل وبعدين اخد التحليل بتاعي واروح مثلا دكتور رامي، فدكتور رامي يديلي البريسكريبشن ويقول لي انت تروح الصيدليه تجيب كذا وتجيب كذا وتجيب كذا ومدتها كذا وبعد المدة الفلانية هنعمل تحليل تاني وبعدين نتابع. أنا أظن ده الطبيعي اللي المفروض يجرى، ما بيجراش ليه؟ هنفهم، استنونا. طيب مرة تانية كل الترحيب بدكتور رامي صلاح الدين استشاري التغذية العلاجية، وبنتكلم على فكرة تسمم الفيتامينات، وأنا كنت بسأل أنا إيه اللي هيخليني أخد بعضي وأروح أعمل تحليل وبعدين أروح للدكتور أقول له أدي التحليل بتاعي شوفني أنا محتاج إيه أو مش محتاج إيه، ما أنا وارد ما بقاش حاسس بحاجة ووارد يبقى الإحساس اللي عندي مجرد وهم. صح، في نقطة مهمة جدا دلوقتي بتظهر حاجة اسمها الاكتئاب أو الاكتئاب الموسمي. الاكتئاب الموسمي ده وهم شرس جدا، بمعنى هو ممكن يقنعك ان انت عندك كل حاجه، انا مش قادر امشي، انا مش قادر اخس، انا مش قادر ابذل مجهود. ده بص يا دكتور مثلا تلاقي شكوى من الشكاوي المهمه جدا اللي الناس بتيجي العياده تيجي تقول انا مش قادر اقوم اغسل الاطباق. طب تعالي انت لو جيت قلت لك يلا نخرج دلوقتي هننزل مول ونشتري هتنزلي وتجري وتبقي زي الفل. ففكره ان انا مش قادر اروح اغسل فالموضوع ده فيزيكالي مش حقيقي. ست في الدنيا تقول يلا ننزل تشتري تقول لك يلا بينا يلا نجري والله لو كان فيش قطر على طول ده حقيقي. فهي الفكره كلها التشخيص، احنا لو قدرنا نشخص المشكله فعليا ده بيحصل، وده انت لما بتجيلي عشان نقعد مع بعض احنا بنقعد مش اقل من 20-30 دقيقه عشان اقدر اوصل لحجم المشكله، مش من وشك ولا من شكلك ولا من شكوتك ولا من اي حاجه. زي ما قلت لك ممكن يبقى اكتئاب موسمي مجرد ضغوط تعب نفسي مشاكل نفسيه تبدا تظهر قدامك على شكل مكمل غذائي. احنا خلاص قررنا ان احنا عندنا مشكله عضويه، عندنا مشاكل، حضرتك ما بتتعرضش للشمس ما بتشوفش الشمس، فاحنا شكينا من الاعراض انت عندك مشاكل في فيتامين د. اول خطوه انا بقول لك روح اعمل خد الدم من الصيدليه، ما ينفعش، ما هو مش منطقي. هقول لك روح خد ال 5000 ولا ال 10000 وبناء على ايه؟ لازم فحص فيتامين د،
هتروح تعمل لي الفحص، وبناء على الرقم اللي هيطلع هقدر احدد الجرعه. هل انا هديك قرص كل يوم، ولا هديك حقنه كل اسبوع، ولا حقنه كل شهر، ولا انا عايز اوصل لايه من المكمل الغذائي اللي انا هنبدا نشتغل عليه؟ ودي نقطه مهمه جدا، نقطه مهمه جدا في التشخيص عشان تقدر تحددها. ده فيتامين د، ده من الحاجات السهله البسيطه. انت عندك بعض الفيتامينات اللي على الشعره ممكن ما تعرفهاش، زي فيتامين اي. فيتامين اي ده اللي بيعمل مشاكل في الابصار، وبيعمل مشاكل في الجلد، وبيعمل مشاكل في حاجات كتيره جدا. فانت ممكن تروح دكتور نظر وتكشف وتطلع وتنزل وفحص وكاميرات، واحلى دكاتره موجوده في الوطن العربي، ويطلع القصه كلها نقص فيتامين اي. مشكله في فيتامين اي، سيادتك ما بتاكلش جزر اللي احنا كنا بنضحك عليه زمان، او ما بناكلش قرع، ولا بناكلش برتقان بصوره منتظمه، فبيحصل مع خلل عضوي مثلا نقص فيتامين اي. فالتشخيص بيفرق كتير جدا في حل المشكله. خلينا نرجع لنقطه، نقطه الاكل، عشان نقول ده مكمل غذائي. هل الاكل بيقدم لي قيمه فعليه؟ يعني هل فعلا انا لو كلت جزر جسمي هيكون فيتامين اي بصوره كبيره جدا؟ دي معلومه لازم الناس كلها تعرفها. الاكل بيقدم لك كل القيمه ما عدا شويه فيتامينات ومعادن، بيبقى تحتيهم شويه خطوط، يعني جسمك بيتعامل معاهم بحرص شديد جدا. زي فيتامين ب 12 مثلا، تكوينه في المعده مش سهل، ما عندوش مستقبلات في الامعاء، فانت بتاخده، المعده بتطلع ماده تغطيه، فالامعاء بتمتصه. لو المعده فيها خلل، فيها مشكله، فمش هتطلع تغطيه، فبي 12 هينزل في البول. لازم الناس دي تعرف. فانت الاكل ما بيكونوش بسهوله، لان المصدر الرئيسي ليه اللحوم الحمراء. فانت لاي سبب من ما مش هتاكل لحوم حمراء. عندك نقرس، ظروف، ما بحبهاش، جهاز الهضم تعبان، نباتي، ايا كان من المشاكل دي كلها، فانت هتضطر تاخد فيتامين ب 12 برضو عن طريق الدكتور. هل انت هتاخده ب 12 لوحده، ولا معاه بي 6، ولا معاه بي 3، ولا هتعمل ايه عشان تقدر توصل للمكمل الغذائي ده؟ نفس الفكره في فيتامين اي. فيتامين اي ده مضاد اكسده رقم واحد على وش الارض. احنا لسه كنا بنتكلم على القهوه الخضراء دلوقتي في الفاصل. فيتامين اي هو مضاد اكسده. تيجي تشوف عندك في البيت، تلاقي المدام مطلعه كبسوله كده وحطها على التسريحه. الكبسوله دي بتعمل ايه؟ اصل هم قالوا لي في التلفزيون او على اي منصه من المنصات، افتحي الكبسوله دي وحطيها على بشرتك، هتنقلك نقله تانية. ما كانش حد غلب، ما كانش الموضوع ما بيمشيش بالصوره دي. اليه الجسم ما بتمشيش كده خالص. احنا لو رجعنا 50 سنه ورا، كان تطور الكادر الطبي وتطور الفيتامينات والمعادن مش بالقوه اللي موجوده دلوقتي، والناس كانت صحتها احسن، والناس كانت صحتها كويسه، وكانت بتبذل مجهود، تلاقيها واقفه على رجليها، ومفيش حاجه. احنا بنقول على فيتامين د ده موضه، لان احنا بدانا نسمعه في العيادات مؤخرا. طب هم بتوع زمان ما كان فيتامين د ما هو كان موجود، بيتعرض للشمس، وبيصحى الصبح بدري، وبيتحرك، وبيبذل مجهود، وبيهتم بوجبه الفطار، وبيهتم بوجبه الغداء، بياكل خضار، وبياكل فواكه. انت مش محتاج مكمل غذائي. مكمل غذائي لسبب عضوي، لمشكله عضويه. حط تحت مشكله عضويه دي مليون خط عشان الناس تقدر تعرف. والله بيحصل تسمم، بيحصل مشاكل كبيره جدا. يصعب عليك لما تلاقي شاب داخل عليك العياده دايخ ومصدع ووشه محمر، وتيجي تتكلم معاه باي شكل من الاشكال، تلاقي الشخص ده بياخد فيتامينات زياده عن اللزوم. هي قاعدة قصيرة، أنا أصلاً محتاج استشارة، ده أنا هقعد أتمشى معاك حبة وإحنا بنتكلم. يلا شرفتني ونورتني وأفدتنا كلنا للمرة 9000. دكتور رامي هو اللي بيقول مش يوسف، الفيتامينات ما بتتاخدش بشكل عشوائي. أروح للدكتور، الدكتور يقول لي أعمل تحليل إيه أصلاً. أنت برضه ما تاخدش بعضك وتروح على معمل النبي اعمل لي شوية تحاليل، الله يخليك يعني. المفروض ما ينفعش. ما ينفعش. صح كده. كل الشكر لدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية. الفيتامينات خطر طول ما هي بشكل عشوائي، مفيدة لما الدكتور اللي هيقول لك تاخدها وتاخدها ازاي ومدتها قد ايه. أرجوك لا تستسلم للمنصات والفيسبوك والمش عارف ايه وكل الكلام الفارغ، وما تاخدش نصيحة من واحد صاحبك، روح للدكتور. خلصت الحلقة لحد كده، ولو كان لنا العمر إن شاء الله نقابلكم بكرة في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.